السلام عليكم طلاب الأول المتوسط. موضوعنا اليوم والوحدة الخامسة الدرس الثاني. الوحدة الخامسة الدرس الثاني، كتاب الطالب صفحة 36 و37. كتاب الطالب صفحة 36 و37. مراجعة بسيطة لبعض الأشياء اللي راح تفيدكم بهذا اليونت، اللي هي أدوات السؤال. كلكم تذكرون أدوات السؤال، واللي ما يتذكرها نذكرها بها هسه، اللي هي what where when who which why what where اللي راح نستخدمها اليوم، where when who which which why why. where تستخدم للسؤال عن المصدر، معناها أين. where نستخدمها للسؤال عن المصدر، ونستخدمها مثل ما أخذناها في الدرس السابق للسؤال عن السفر. مثل إيش؟ Where are you from? Where are you from? Where are you from? منين أنت؟ من أين أنت؟ مثلا Where do apples come from? Where do apples come from? Where do apples come from. الجواب عن الأولى راح يكون هذا، I come from Iraq، أنا من العراق. الجواب الثاني راح يكون منين الدفاع يجي، نقدر نقول من دولة ونقدر نقول من مكان. أنا ما راح أقول دولة هسه، راح نقول The apples come from farms. The apples come from farm. The apples come from farm. الراجح من لي شنو أدوات السؤال؟ شنو هي أدوات السؤال؟ What where when who which why. الشغلة اللي لازم تفتهموها اليوم هي استخدامنا للزمن، زمن المضارع التام وزمن الماضي البسيط. وين نستخدم المضارع التام وين نستخدم الماضي البسيط؟ مثل ما تشوفون هنا عندنا went، كلكم سامعين كلمة went. went هي الماضي لكلمة go، لأن شلون أنتم تعرفون التحويل الماضي هو إضافة ايدي. شفنا ما ضفنا ايدي، أكو بعض الكلمات الشاذة اللي ما يعرفها راح ننزل بيها قائمة لازم تحفظها، الكلمات الشاذة، لأن هاي الكلمات تتحول إلى ماضي بتغيير الكلمة وليس بإضافة إيدي. نجي هسه أولا زمن المضارع التام، شلون راح نستخدم المضارع التام؟ اللي هو بنقطتين رئيسيات have و been. have و been. مثلا have you ever been to، قلناها في الدرس السابق Spain. have you ever been to مثلا Spain، إسبانيا. الزمن اللي وراه هو زمن اللي بعده هو past simple، زمن الماضي. وهذا نستعمله بالجواب، من يسألك have you ever been to Spain، هل سافرت إلى إسبانيا؟ تقول yes I went there، yes I have، yes I have، I went there، I went there، I went there، ذهبت إلى هناك. نجي هسه نروح للكتاب. Unit 5 listen to على صفحة 36 راح نقرا بهاي الصفحة. Big bell، big bell، bell الكبير. راح نقرا فؤاد and Tanya went to learn about the countries، about other countries. Fuad and Tanya went to learn. مو عفوا want، شنو فرق want عن went؟ want معناها يريد، went الماضي مال كلمة go يذهب، ذهب معناها. want to learn about other countries. They go to Big Bill's shop. هذا التملك عندنا. They go to Big Bill's shop. محل بيل الكبير. They think he can help them.
they think he can help them. Bill, can you tell us, Bill, can you tell us about other countries, please? هل يمكنك أن تخبرنا عن بلدان أخرى رجاء؟ My shop can tell you. My shop can tell you. يعني أنت من المحل هو راح يقول لك من خلال مطالعتك. Look at these oranges. Where do they come from? Look at these oranges. Where do they come from? من أين تأتي هذه البرتقالات؟ يسأل. الجواب الثاني تقول I don't know. I don't know. يجيب يقول they come from Lebanon. تأتي من لبنان. نوبي يسأل يقول These apples come from France. These apples come from France. This tea comes from India. This tea comes from India. هذا الشاي يأتي من إنديا، شاي الهند. فالسؤال عن ذني الأشياء شنو؟ Where do the apples come from? هنا بمكان apples نبدل أي شيء نريده. Where do the tea come from? Where do the oranges come from? إلى آخره. نجي على الصفحة اللي بعدها. Have you ever been to India? 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 الجواب يقول Yes, I have. I went there. I went يعني ذهبت. I went there last year. كنت هناك السنة السابقة. What did you do there? What did you do there? يسأله. إلى سوت هناك. What did you do there? I rode an elephant. Rode هي الماضي مال ride. Ride يركب يعني. يركب دراجة، يركب حيوان. Ride. I rode الماضي مال read. إن هذا شنو؟ Past simple. ماضي بسيط. بس نحول الفعل إلى ماضي. I rode an elephant. I rode an elephant وعود أراك فيه. هنا راح يجي يسأل. يقول Have you ever been to England? Have you ever been to Oman? هل ذهبت إلى إنجلترا؟ هل ذهبت إلى عمان؟ شو راح نجاوب عن هذه الأسئلة؟ إذا في حالة أنت ما رحت تقول No I haven't. حالة رحت شو تقول؟ تقول Yes I have. I went to Oman last year. ننتقل هسه إلى كتاب النشر. كتاب النشاط. كتاب النشاط صفحة 54 و 66. Read pages 36 and 37 of your student book. صفحات 36 و 37 بكتاب الطالب اللي قريناها هسه. And complete sentence وأكمل الجمل. Where do they come from? One. The oranges come from near تجي الأورانجز near God. The apples come from the tea come from A. Where do they come from? The oranges come from Lebanon. برتقال يجي من لبنان. The oranges come from Lebanon. 2. The apples come from France. 3. The tea come from India. The tea come from India. Read and complete these conversations. هاي المحادثات راح نكملها، خلي الكتاب يمك. راح نكمل المحادثات ونعطيكم نقراها. فؤاد بيل هاف فراغ انجلاند. شو نخلي بالفراغ؟ الهاف منين تتكون؟ زمن المضارع التام. هاف يو
ever been to England? Yes, I. هنا what? What? There. I went to. شو نخلي فكروا به. هذا هنا تمرين بي. One. شو يصير؟ يصير ever been بالفراغ نكتب هاي الجملة. Ever been to اللي موجودة هنا في الكتاب England. Have you ever been to England؟ هذا هو. الفراغ اللي بعده هو هذا. تكتب بي yes. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. I went there. I went there. موجود هو بالكتاب. I went there. أي بس هيك. I went there. نقرأ اللي بعده. رقم اثنين. Bill, have you ever been to India? هذا الحل هنا. هذا الفراغ. Have you ever been to India? No, I haven't. No, I haven't. وهو شو يقول بالحل؟ تريد تكتب no or yes؟ هو مكتوب yes. فأنت شو تجاوب إذا في حالة yes؟ Yes, I have. Yes, I have. إذا no, قول no, I have not. أضيف كلمة not, I haven't. بس هنا yes, تقول yes, I have. I went there last month. أخير فراغين تخلي سؤال من يمك وتجاوب جواب من يمك. نجي هنا. شنو السؤال؟ Have you ever been to Oman? هل ذهبت إلى عمان من قبل؟ Yes, I have. I went to the Oman Fort. إلى قلعة عمان. إلى هنا ينتهي درس اليوم أعزائنا التلاميذ. نلقاكم في درس آخر. Thank you all for listening.